حق الرواية بكل جرأة، ولا سيما الاتجاه التاريخي للرواية الذي يعني يعاني من شح المصادر وكذلك من المشقة والجهد. المطالع لسيرة عبد العزيز المحمود سيلحظ أن تخصصه العلمي وهو الهندسة وكذلك اهتماماته الصحفية ربما تثير تساؤلا مشروعا، لماذا أو كيف دخل عبد العزيز المحمود خط الرواية؟ هل كان ذلك محض صدفة أو أنه أمر مدروس وراءه ما وراءه من الأسباب والدوافع؟ اليوم بإذن الله نلتقي مع الكاتب، نطرح عليه جميع تساؤلاتنا، فأهلا وسهلا به وأهلا وسهلا بكم. وقبل اسمحوا لي قبل أن يعني أعطي المجال للكاتب، أريد فقط أن أقرأ عليكم في سطور شيء من سيرة عبد العزيز المحمود. هو مهندس وكاتب قطري، عمل رئيسا لتحرير صحيفة العرب القطرية ورئيسا لتحرير موقعي الجزيرة نت بشقي العربي والإنجليزي، ورئيسا لتحرير صحيفة الشرق القطرية والبنسولة معلش أصبع الإنجليزية، عين عضوا في مجلس إدارة شبكة الجزيرة لمدة عامين، وتم اختياره خلالها ليرأس لجنة التدقيق المالي والإداري. نشرت له الكثير من المقالات والتحليلات في الصحف العربية والمحلية. كتب رواية القرصان التي تتحدث عن منطقة الخليج في بداية القرن 19، وطبعت عدة طبعات عربية وترجمت إلى اللغة الإنجليزية. وله رواية ثانية باسم الشراع المقدس وتتحدث عن المشرق العربي في أواخر القرن 15 وبداية 16. ترجمت هذه الرواية إلى الإنجليزية والبرتغالية. قبل دخوله عالم الصحافة، عمل عبد العزيز مهندسا ومدربا، فهو حاصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودبلوم في هندسة الطيران من بريطانيا. شكراً لحضور الكريم. سأحاول أن أختصر تجربتي في كتابة الرواية التاريخية، وخصوصاً اليوم يعني يوم جمعة وآخر يوم. منذ عدة سنوات دخلت إلى مكتبة في وسط العاصمة الأردنية عمان، وكان على الرف المقابل للباب كتابين. الكتاب الأول كان بعنوان ساحل القراصنة، مؤلفه تشارلز فيلغريف، هو شخصية مشهورة في هذه، كتب عن هذه المنطقة وعاش فيها. والشخص الثاني هو سير أرنولد ويلسون، وهو شخصية عسكرية كتب عن منطقة الخليج كتابا باسم تاريخ الخليج. الذي لفت انتباهي في الكتابين هو كلمة القراصنة. لم أعلم عن أن هذه المنطقة فيها قرصنة من قبل. من هم هؤلاء القراصنة؟ وماذا كانوا يقرصنون؟ ومن الذي كان يسميهم قراصنة؟ أخذت هاتين الكتابين وبدأت بقراءتهما. في خلال يومين انتهيت منهم، فبدأت أبحث عن كتب أخرى. رجعت إلى نفس المكتبة في خلال يومين أبحث عن كتب مشابهة، لم أجد. بدأت أبحث في الإنترنت. اشتريت كتاب آخر وهو رحلة عبر الجزيرة العربية، تأليف الكابتن ساتر، سأتحدث عنه لاحقا. المهم بدأت أجمع هذه الكتب في زاوية يعني بعيدة عن الكتب الأخرى حتى لا أفقدها، وكنت أرى هذه المجموعة مع الوقت تزيد. كنت أقرأ وأضع الكتاب فوق هذه المجموعة من الكتب، حتى تشكل عندي فكرة عامة عن الجزيرة الخليج في بداية القرن 19. ثم بدأت أبحث بعمق، وبدأت أدخل إلى أرشيف البحرية البريطانية والأرشيف البريطاني، وأبحث عن دراسات عملت من بعض الباحثين في منطقة الخليج ورفعت على الإنترنت، سواء دراسات للماجستير أو للدكتوراه. أن أكتب عن رحمة بن جابر الآن، وخصوصاً من كل هذه الكتب بدون استثناء. عندما تقرأ عن منطقة الخليج في بداية القرن 19 اسم رحمة بن جابر يظهر لك بصور مختلفة،
الآن حبيت أن أقرأ من الجانب العربي ماذا كتب عنه العرب. لم أجد كثير. الذي كتبوا عنه غالباً هم باحثين أكاديميين كانت مصادرهم هي الوثائق البريطانية. قيل لي أن بعض المؤرخين الدولة السعودية الأولى كتبوا عنه، فذهبت إلى المملكة العربية السعودية وذهبت إلى مكتبة خاصة بالخرج العمان. المكتبة هذه عبارة عن منزل داخل منزل، يعني بيت صغير في حوش كبير اليوم، والبيت الصغير هذا كله عبارة عن غرف، وكل غرفة عبارة عن مكتبة، وكل رف من الرفوف مطلق عليه اسم. منظمة تنظيم رائع جدا. فدخلت هذه المكتبة وكان فيها رف مكتوب عليه تاريخ الحب، فأخرجت مجموعة من هذه الكتب مؤلفين مؤرخين سعوديين، وكلهم تحدثوا عن محمد بن جابر، لكن من هذه الكتب مؤلفينها لم يقابلوا محمد بن جابر، لكنهم تحدثوا عنه بشكل ممتاز جدا. والسبب علاقة محمد بن جابر الوثيقة بقائد جيوش الوهابية في منطقة الخليج اللي هو إبراهيم بن حسن، لكن لم يكتبوا عنه كشخص، كتبوا عنه أنه كان كذا، سليم العقيل جامع كثير كذا. الآن كنت أمر خيارين، أما أكتب على محمد بن جابر بشكل كتاب تاريخي، وكنت أعرف أن الكتاب التاريخي لن يقرأه الكثيرون، يعني سيبقى كتاب تاريخي في النطاق الأكاديمي والمهتمين، أو أكتب كتاب روائي مسلي فيه معلومات يستطيع الناس يعني الاستفادة منه والتسهيل. قررت أن أكتب الرواية. لكن كيف سأكتب هذه الرواية؟ هل أكتب هذا بلسان محمد بن جابر؟ هل أكتب هذا بلسان بشر؟ بلسان إبراهيم بن حسان؟ بلسان الشخص الثالث؟ الشخص الثالث تعريف للذي يتحدث في الرواية. وكيف أتذكر الأحداث اللي في التل؟ أنا كل تل كبير من الكتب والوثائق والأوراق، كيف أتذكرها؟ فبدأت أعمل لكل كتاب قاعدة بيانات، بمعنى مجموعة من الأوراق أضع فيها اسم الكتاب ثم الأحداث المهمة اللي أنا راح أستخدمها في كتابي أو أعتقد إني راح أستخدمها. فتركت هذه الكتب جانبا وأخذت هذه مجموعة الأوراق اللي أستطيع أن أحركها معي كما أشاء، وقررت أن أكتب بالطريقة التي أعجبتني بالكتب الأخرى. فذهبت إلى كتب عجبتني عندي في المكتبة وبدأت أقرأها من ناحية تقنية، بأي لغة، هل لغة عربية صعبة، لغة عربية سهلة، كيف تقنيات الحديث والحوار، هل هناك استخدام للمضارع والماضي في نفس الوقت. هذه التقنيات إحنا لما نقرأ يمر علينا مرور كرام بدون ما ننتبه لها، لكن الشخص اللي يحاول يكتب لازم يتطرق لها من جديد. المقرر عدة قرارات، منها أن تكون اللغة العربية سهلة للقارئ بدون ما يفكر فيها ويحاول أن يتعرف على الكلمات، أن تبدأ الرواية بثلاثة فصول مختلفة في مناطق جغرافية مختلفة، يعني حتى لا يمل القارئ، وهي تقنية غربية جديدة، بمعنى تتحدث عن شخصية في منطقة جغرافية، ثم شخص آخر في منطقة جغرافية أخرى، ثم شخص آخر في منطقة جغرافية ثالثة، وتندمج هذه الشخصيات خلال الرواية لتخرج بحبكة روائية ممتعة. المهم قررت أن أكتبها بالطريقة التي يعني أنا أحب قراءتها هي، وبذلك خرجت رواية الفرصة. محمد بن جابر شخصية غامضة، وأنا أعتقد أن لن يدعي أحد سابقا ولا مستقبلا أنه يعرف محمد بن جابر معرفة دقيقة. والسبب أن محمد بن جابر لم يكتب عنه الكثير، لم يكتب عنه أحد كيف عاش في طفولته وشبابه، وكيف محمد بن جابر مباشرة عندما تقرأ عن محمد بن جابر تقرأ عنه في سن 60 وتعرف من هو صديقه المقرب إبراهيم بن حسان، وكيف علاقته بالإنجليز والقوى الموجودة في منطقة الخليج. هذا هو محمد بن جابر، ولذلك هناك غموض يلف هذه الشخصية. لكن باختصار هو شخصية مثيرة للجدل.
يراها البعض شخصية أسطورية ويراها البعض أنه قرصان، وشخص آخر يرى أنه يعني لا يستطيع أن يشكل شخصية واضحة. حتى الإنجليز تقلبوا في تقييم، يعني في الوثائق البريطانية محمد الجابر كثير من هذه الوثائق على الأقل 3 أو 4 وثائق كانت تتحدث أن يجب التخلص من محمد الجابر، التخلص منه بهذه الوثائق معناه قتل محمد الجابر. وفي وثيقة أخرى أرسلها المقيم السامي في أبو شهر إلى محمد الجابر صديقا محمد الجابر، لماذا لا تأتي لشرب الشاي معنا؟ ولذلك هو فعلا شيء متناقض، اللي أنا طلعت له أنه هو شخص براغماتي، بمعنى يتعامل مع الإنجليز كما يتعامل مع السانسة. أنا اليوم صديقا إلى قرار مصاحي لي مصاحي معاك أنا بطرع الأمور، وهكذا هو محمد الجابر. هو عسكري بارع، لديه فصول من السفن وعنده حارته من جنسيات مختلفة، عرب وهنود وفارقة وبلوش، لكن شكل منهم جيش ضارب يستطيع أن يؤثر في منطقة الخليج ومنطقة بحر العرب. عندما نتحدث عن أحمد جابر حتى في شرق أفريقيا كان معروف أن يلقفوا منه. نجحت رواية القرصان بشكل لم أكن أتوقع، بكل صراحة أنا توقعت أنها يعني لو بعت منها 100 نسخة بيكون كويس، لكن طبعت الآن 5 نسخ وتركت اللغة الإنجليزية، وهذا دفعني للكتابة عن منطقة الخليج مرة أخرى. فبدأت أبحث عن شخصيات في منطقة الخليج، وبكل صراحة لم أجد، وإذا وجدت كتاب ما وجدت الكتاب الثاني. فأذكر أني قررت أن أكتب رواية أخرى خارج منطقة الخليج. في يوم من الايام جاني تليفون من محمد همام، اظن تعرفونه بسبب الكتب الوثائقيه، قال لي عايزين تكتب. قلت له اكتب عن المنطقه الفلانيه. قال ليش خرجت من الخليج؟ قلت يا اخي ما في مصادر. قال لي ايش رايك تمر علي بكره؟ عندك كتاب اعطيك اياه. فعلا صباح اليوم الثاني مريت عليه، اعطاني كتاب التحفه النبهانيه. هو كتاب قديم اظن له فوق 100 سنه مطبوع، اعيد طبعه، وكان حاط ورقة على الكتاب وأعطاني إياها. القصة اللي كان حاطها يبيني أقرأها هي قصة ابن رحان مع زوجته مع الأمير الجبلي، وهي قصة مبتذلة بسيطة جدا. فقلت يا أبو أحمد هذه قصة بسيطة وش بدك تكتب فيها؟ قال لي ما تشغل مخك بقى اكتب فيها. فأخذت هذه ورحت البيت وقعدت أبحث أقرأها مرة وأقرأها وطلع منها ما فيها شيء. لكن مسكت أول طرف اللي هي الجبلي، هذا منهم الجبلي. فبدأت أبحث عن الدولة الجبرية. الدولة الجبرية وجدت أنها دولة كبيرة جدا، في يعني أنشأت تقريبا في منتصف القرن الخامس عشر، في منتصف القرن الخامس عشر، ودولة كانت ممتدة من جنوب البصرة إلى عمان، منطقة نجد كلها، وسلطان يعني أشهر سلطان فيها هو مقرن بن زامن الجبري، وشهرت مقرن لسببين. السبب الأول أنه كان ملتزم دينيا، بمعنى أنه كان مهتم بنشر الدين وخصوصا المذهب المالكي في منطقة شرق الجزيرة العربية، هذه كان اهتمامه، ولذلك المنطقة هذه كانت تتبع المذهب المالكي حتى وقته. النقطة الثانية أنه حارب البرتغاليين، والبرتغاليين تحدثوا عنه بنوع من الفخر ونوع من يعني الإكرام له. قاتل البرتغاليين في البحرين، في جزيرة البحرين الآن، وكانت المعركة في شهر رمضان، وقتل في تلك المعركة. وفي تلك المعركة أيضاً ذكر أول تواجد للأتراك في منطقة الخليج، وكانوا عبارة عن 200 بندقي أرسلهم السلطان العثماني إلى الحجاز، ومن الحجاز جاءوا الى الخليج. وجدت من سلطان بن مكر زوجته كانت ابنة شريف الحجاز ولاده. المهم الان وجدت الدوله الجبريه وبدات اقرا عنها، دخلت الان في صراعهم مع البرتغاليين، ثم البرتغاليين تحالفهم مع الصفويين فبدات اقرا عن الصفويين، ثم الصفويين صراعهم مع العثمانيين فبدأت أقرأ عن العثمانيين، ثم العثمانيين صراعهم مع
المماليك في مصر، فالقضية طالت وكثرت الشخصيات عليه وكثرت الحدود الجغرافية، فقررت أن أقف في مكان ما وأقلل من هذه الشخصيات. لكن في عدة أمور كانت في بالي، هي قصة الرحال وزوجته اللي مذكورة الآن في الرواية. السلطان مجرم بن زامل يجب أن يخرج في الرواية، لأن إحنا في منطقة الخليج ما سمعنا عن مجرم السلطان مجرم بن زامل، ولا نعرف عن الدولة الجوفية شيء، فلابد أن تكتب هذه الطريقة ما. حسين الكردي القائد المندوبي الذي صار بأول أسطول مندوبي من السويس وحارب البرتغاليين على سواحل الهند، هذه لم نذكرها ولم نسمع عنها. حسين الكردي شخصية أنا أظن مغمورة جدا تاريخيا ولابد من إحيائها. مملكة كرون، مملكة هرمز لا نعرف عنها كثير، مع أنها كانت مملكة كبيرة وتسيطر على مدخل الخليج، وكان لها أملاك في الأحساء وأملاك في البحرين وأملاك في ساحل عمان، هذه أيضا انتهت وسر انتهائها يعني أيضا البرتغاليين. الجاسوسين اللي هم قاديا وكوبلها شخصيات حقيقية، أرسلوا أرسلهم الملك البرتغالي لاستكشاف منطقة الخليج ومناطق البهارات في الهند، وهم الذين كتبوا التقرير للملك البرتغالي، وبناء على هذا التقرير أنا أتكلم عن قصة حقيقية الآن، وبناء على هذا التقرير جاءت كل السفن البرتغالية التي أطلق عليها عهد الاستكشاف، وهي لم تكن عهد الاستكشاف، هي كانت عهد الدمار في ذلك الوقت، يعني دمروا كثير من المناطق سواء في شرق أفريقيا أو في منطقة الخليج أو في الهند. ولذلك الأحداث كانت كبيرة جدا، فكان علي أني أختار بعض الشخصيات اللي أعتقد أنها يجب أن يعاد إحيائها. ما الذي دفعني لكتابة الرواية التاريخية؟ أن لا أعرف عن تاريخنا شيئا، يعني منطقة الخليج نعرفها أو نسمع عنها في بداية التاريخ في صدر الإسلام في عهود الخلفاء الراشدين، أنها كانت الجزية كانت تخرج من هنا إلى المدينة، لكن ما في أي نوع من التفاصيل، ما نعرف شو كانت هذه الجزية، ما كانت تجارة هذه المنطقة، العملة المستخدمة، ما كان عندنا أي شيء، ما في أي معلومات. ثم تختفي هذه المنطقة وتخرج لنا مرة أخرى في أواخر العهد العباسي، عندما تبدأ الصراعات، خصوصا عندما نأتي على ذكر قطري والفجاءة وغيره، يعني يهربون من السلطة المركزية في بغداد، كانوا في منطقة الخليج، وهذا معروف ليش. ويقولون لنا أن في مناهج التعليم كانوا يقولون أن منطقة الخليج خرجت مع النفط، وهذه كانت في ظلي بالصراحة، كيف خرجنا مع النفط؟ يعني هذه المنطقة جوها مثلا جوها البرتغاليين وأمضوا هنا 200 سنة وما كان في نفط، ليش جو؟ بعد الهولنديين بعد البرتغاليين جو الهولنديين وقبلوا هنا حوالي 80 سنة في منطقة الخليج، ثم جو الإنجليز. مناهج التعليم أهملت تاريخنا بشكل مؤذي بالنسبة لنا، يعني أنا هكذا أراها. لا توجد لدينا مراكز دراسات عن منطقة الخليج بشكل موضوعي، قليل، وهناك القليل من الباحثين الذين اجتهدوا، ولكن أبحاثهم هذه لم تنشر بشكل يعني يفترض أنها تنشر. قلة المصادر التاريخية، كثير من الكتب التي أو المخطوطات التي تتحدث عن تاريخ الخليج موجودة لدى أشخاص، وليست في مكتبات عامة، ولذلك كل الخليج المنحدر من الكويت إلى عمان، الأثرياء في أو رجال الأعمال يملكون مكتبات الخاصة، وهي التي تحوي على تاريخ الخليج. وهذه المكتبات مع الأسف لم يتم تدوينها بطريقة أو بأخرى، سنفقد تاريخ الخليج إلى الأبد. أنا أعتقد أن عندنا شخصيات وعندنا أحداث في منطقة الخليج يجب الكتابة عن وجه القرآن. كيف هذا يحتاج إلى مؤسسة ترعاها دولة في منطقة الخليج لجمع هذه المخطوطات والآثار؟ وأعتقد أيضا أن القراءة بالنسبة لنا هي الوسيلة الوحيدة لكسر المفهوم اللي أردنا أن نعرفه في مناهج التعليم. مناهج التعليم أنا أعتقد أنها قصرت كثير في إظهار تاريخ هذه المنطقة، ولكسر هذا المفهوم يجب أن نقرأ، ما في وسيلة أخرى غير ذلك. دراسة التاريخ ليست عبارة عن أوراق وكلمات نقرأها كما نقرأ أي علم آخر. التاريخ هو ارتباط الإنسان بالأرض
أعطيكم مثال على ذلك. تخيلوا الآن لو إحنا لم نقرأ التاريخ الإسلامي، يعني قرأنا حتى ظهور الخلفاء الراشدين وقفنا إلى هنا، هل سيكون ارتباطنا بالإسلام وبتاريخ الإسلام كما هو حال؟ ما أعتقد. سيكون مفهومنا بالضبط كما هو مفهوم الغربي مع الكنيسة، سنتوقف. هل سيكون الآن تعاطفنا مع ما يحدث في الشام ومع في العراق كما هو لو لم نقرأ التاريخ، تاريخ العراق وتاريخ الشام والحضارات اللي مرت والخلفاء الذين كانوا أو النفس الأموية والعباسية؟ بالتأكيد لا، سننفصل. يعني لو أرادت حكومة ما أن تنزع الناس عن تاريخهم وعن حضارتهم وعن بعدهم الديني والثقافي، فقط هي مناهج التعليم تفصلهم عن هذا الكلام. علاقتنا مثلاً، علاقتنا بالعثمانيين الآن، لو لم نقرأ تاريخ العثمانيين هل ستكون لنا نفس التعاطف الآن وما يحصل في تركيا؟ ولذلك التاريخ هو عبارة عن بناء كيان وبناء عاطفة قوية جداً. الذي يقول الآن سأتي إلى قضية النشر، وهذه قضية النشر قضية أنا أتصور أنها جداً أساسية. هناك دائما من يقول نحن شعب لا يقرأ، وهذه صحيحة من جانب وغير صحيحة من جانب آخر. نظامنا التعليمي لن يعلمنا القراءة. أنا أتصور أن لو نظام التعليمي علمنا القراءة سنكون شعب قارئ. أعطيكم مثال فقط، الذين هم في سني يعني يعرفوا أن إحنا أيام الثانوية العامة كان عندنا كتاب واحد داخله في السنة، كان أيضا جزء من اللغة العربية، من منهج اللغة العربية، ونأخذ على هذه القصة سؤالين في نهاية السنة. وأذكر من ضمن القصص اللي أخذناها مثلا أخوة إسلامات تبع باكثير، نخلي هذا عندنا نساء أصلا حتى نهاية السنة نصفحها بس عشان نجاوب على السؤالين. ابني في مدرسة خاصة أجنبية يعطى ثلاثة كتب محددة، يعطى كتب أسبوعية، ثم يعبي نموذج لكل قصة، إيش الشخصيات اللي فيها، ما الذي عجبه في الرواية، إيش اللي ما عجبه، يصير نبذة عنه. ولذلك قارنوا بين كتاب واحد في الثانوية العامة الثانوية وبين ثلاثة كتب أسبوعية. ولذلك التعليم للقراءة مثل ممارسة الرياضة، بدايتها صعبة ثم بعد ذلك تكون سهلة. إنتاجنا من الكتب فقير بالمجمل، فقير في المحتوى وفقير في السياقة وفقير في التسويق، وهو غني بالأخطاء المطبعية واللغوية. وإذا تحدثنا عن الترجمة فنتحدث عن كوارث. الترجمة عندنا قاتلة بشكل كبير، يعني إلا من بعض الكتب. دور النشر عندنا لا تحافظ على مستوى أدنى، أنا أتكلم الآن عن المجمل، هناك شواطر. دور النشر لدينا تحافظ على مستوى أدنى من النوعية، يعني في كثير الآن من دور النشر لما تذهب فتأخذ مسودة للكتاب لها تقول ادفع لي قيمة الطباعة، فتكون أنت تعبان على الكتاب ثم تدفع لدور النشر الطباعة ثم لا تعلم عن هذا الكتاب شيئا. ولذلك دور النشر الجيدة عبارة عن انقاذ فعلي للثقافة في أي بلد من الدنيا. لما نتحدث عن دور نشر لديها أمر، ليس لدينا حقوق نشر في العالم العربي، هناك قوانين، لكن حتى تأخذ حقك تحتاج إلى سنوات ومبادرة هائلة جدا لتكون خلوا إن شاء الله يكون كتابي في أي مكان أنا مالي حلال. ولذلك أي كتاب تسأل عليه أنا بعد اللي جاك النت الآن مرفوض تقول ما تسوي شيء تنسى. في كثير من الدول العربية الكتاب ما زال تحت مطرقة الرقيب. والرقيب ليش يتابع؟ هل يتابع الفلسفة؟ يتابع الدين؟ يتابع العادة التقاليد؟ ايش يتابع؟ امور كثيرة جدا. هل نفي لحال الرقيب ام نفي لحال المؤسسة اللي وضعت هذا الرقيب؟ انا شخصيا لا اميل لوضع الرقيب بكل صراحة، لان الكتب لا تقوم لها داونلود اي كتاب قريبة في النفس. لكن اميل الى دفع الناس للكتابة والرد على الكتب التي يعتقدون ان تهاجمهم او تهاجم ثقافتهم او عاداتهم او دينهم. لأن يعني إذا رد هو معناه أن سيبحث ويطلع ويتفقه أكثر. قبل أن أختم فقط معلومة صغيرة،
حتى نقارن بين وضعنا الآن ووضعنا سابقا. مكتبة الخليفة عبد الرحمن الثالث في قرطبة، مكتبة الخليفة بها 400,000 مجلد، ونحن نتحدث الآن عن القرن الأول الميلادي حتى تقريبا لها 1000 سنة الماضية الآن. مكتبة الخليفة بها 400,000 مجلد، وأكبر مكتبة في أوروبا في ذلك الوقت كان فيها 400 مخطوط. ومكتبة الخليفة كانت واحدة من 70 مكتبة في قرطبة، أما المكتبة الرئيسية في قرطبة فيها 44 مجلد تحمل عناوين 600,000 كتاب. هذه في مدينة واحدة في قرطبة، ولذلك أنا أقول المناهج التعليمية وثقافة القراءة في قرطبة منذ ألفين أفضل من مناهج وثقافة القراءة في الدول العربية الحالية. وجزاكم الله خير وعدوكم إلى طولت عليكم.